شاهين في هذا الشوط وقدره 7 دقائق 38 ثانية. 4 من الأجزاء تهانينا لمالك شاهين، تعود الملكية لعبد الله بن سلطان بن ميرين الاكتبي المركز، أو علي بن سلطان بن ميرين الاكتبي المركز الثاني. 7 دقائق مشاهدي الكرام المركز الثاني 7 دقائق 43. 8 من الأجزاء اللي موصل في المركز الثاني اللي هو كفو محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي. المركز الثالث التوقيت الزمني مشاهدي الكرام اللي هو شاهين لسيف بن سعيد بن علي الشامسي، التوقيت الزمني 7 دقائق 45 ثانية. جزءا يتيما من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين، ولكن التهنئة لمالك شاهين علي بن سلطان بن ميرين الاكتبي على هذا الفوز، والناموس تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات، تتواصل المنافسات في عاصمة الميادين الوثبة. من تحتضن هذا التحدي ومن ترحب بضيوفها الكرام؟ وهنا الشعارات المتنافسة والمنطلقة في الشوط الثامن الخاصة بفئة القعدان المهجنات الأصال من مسافة 5 كيلومترات، هي محطة للتنافس، محطة لإقلاع هذه الجموع وهذه الشعارات المنطلقة باحثة عن الناموس والانتصار. سيارة رصدت لصاحب المركز الأول وجوائز نقدية ثمينة من المركز الثاني حتى المركز العاشر. نتابع هنا مقدمة الشوط والصدارة، البداية مع صوغان. صوغان من ينطلق مع أول المراكز، مع أول الانطلاقات وأول الاندفاعات. راشد بن ناصر بن محمد الهاجري من يتواجد على المركز الأول. ننتقل مباشرة إلى ثاني التحديات والأسماء القادمة. وصل شاهين وتسلل شاهين إلى المركز الأول، محمد بن سالم بن محمد المالكي من يتواجد مع المركز الأول في هذه اللحظات. المركز الثاني صوغان، راشد بن ناصر بن محمد آل حباب الهاجري. شكرا للزملاء على التواصل، وها هي انطلاقة.